تحية لكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، نتواصل معكم عبر صباح الشروق. وصلنا بكم إلى الشيرونت، تحليل لأبرز الأخبار والعناوين الواردة على موقعنا على الشبكة العنكبوتية. نسعد جدا أن نرحب بالأستاذ عبد المجيد عبد الحميد، رئيس تحرير صحيفة المصادر، لي يرافقنا لأبرز القراءات. أهلا بك وصباح الخير. صباح الخير، تحية خاصة لشباب الشروق. صباح الخير، إن شاء الله نبدأها بالبشير. مشكلة دارفور ليست أمنية، في تفاصيل الخبر. أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن مشكلة دارفور حاليا ليست أمنية، وإنما تتعلق بإعادة توطين النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات لهم والمشروعات التنموية وتفكيك المعسكرات وعودة سكانها لقراهم أو توطينهم في المدن التي يعيشون فيها. وأشار البشير خلال استقباله بالأمس وفد اللوردات البريطاني الذي يزور البلاد هذه الأيام إلى جهود الحكومة لرتق النسيج الاجتماعي والمصالحات القبلية. وأكد أن السودان قادر على توفير الأمن والسلام لمواطنيه في كل الظروف، وأنه دولة آمنة ومسالمة تمثل ملاذا آمنا لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين هجروا بلدانهم طلبا للأمن والسلامة. نبدأ بهذا الخبر، يعني مشكلة دارفور بالفعل يعني كما قال السيد الرئيس ليست أمنية، هنالك مشاكل مربوطة بعملية التنمية التي بدأت تدب في ولايات دارفور الخمس. وطبعا الملمح الأول للخبر لقاء لها الرئيس مع وفد اللوردات. ونحن عشنا زمن كان وفد اللوردات بيجي جزء منه سر يعني بالأبواب الخلفية يعني. صحيح. وبريطانيا ليس سرا ساهمت بعدد كبير جدا جدا من المنظمات في اشعال حريق دارفور، ودي كانت في ايام الحملة العالمية في قصة دارفور، ولذلك تأتي الزيارة دي لعودة الى الوعي. اذا كان بريطانيا، امريكا، كل الدول التي ساهمت بطريقة غير مباشرة في اشعال حريق دارفور هي جاءت الان عادت مرة أخرى للعقل الموضوعي ساهمت، وكانت تعتمد على التقارير المنقولة إليها كتابة فقط دون تأكيد. يعني النظر إلى الواقع بكل تأكيد، وكانت تعمل أن تعتبر حقائق. والدليل على ذلك أنه في الانتخابات الأمريكية السابقة التي جاءت بأوباما صمتت قضية دارفور، تم سحبها حتى من المشهد، لأنه المنظمات التي كانت تعمل في هذه القضية تلقت أوامر وتوجيهات أنها تسكت قليلا عن قضية دارفور ريثما تمر العاصفة. ولذلك قضية دارفور منذ البداية ليست قضية حرب، منذ البداية هي قضية عادية جدا جدا تم إشعالها واختطافها وتداولها، وتم بها كل هذا الحريق. لذلك التحدي الذي يواجه السودان الآن ويواجه حتى المجتمع الدولي، إذا كان المجتمع الدولي حريص جدا جدا يعمل معنا، يعني ممكن تكون في سؤال غريب جدا جدا، المجتمع الدولي لديه اليونيمت في دارفور، ماذا فعلت اليونيمت لاستقرار الرحال؟ ماذا فعلت لعودة العودة الطوعية؟ هناك أسئلة إجابة عليها صعبة. وعليه يمكن الانطلاق من أن قضية دارفور لم تعد قضية أمنية، تتعلق بعودة المواطنين إلى القرى وعودة الخدمات، وهذا التحدي الذي واجه الدولة نفسها. صحيح. الحكومة السودانية أمام تحدي حقيقي في قضية العودة الطوعية، مرتبطة بالخدمات، مرتبطة بضرورة إقناع الأهالي من الخروج من المعسكر وتفكيك هذه المعسكرات، لأن جزء منها تحول إلى مدن وخرج أجيال كاملة، هنالك أجيال في ناس يولدون في المعسكرات دي لا تعرف القرى ولا تعرف أي شيء غير المعسكرات، فالمعادلة معادلة صعبة، معادلة خدمية في المقام، وتحتاج إلى جهد كبير جدا جدا الحكومة السودانية والمجتمع الدولي نفسه إذا كان راغبا في أن تعود دارفور سيرتها الأولى. نتواصل معكم مشاهدينا ونذهب إلى الخبر التالي معنا في الشرونيت الوطني، تعزيز الصادرات المخرج لتوفير النقد الأجنبي. قال القيادي في المؤتمر الوطني مدثر عبد الغني وزير الاستثمار الأسبق أن المرحلة المقبلة تستدعي العناية والاهتمام الخاص بمدخرات شريحة المغتربين السودانيين بالخارج، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات كمخرج لتوفير النقد الأجنبي. ووصف عبد الغني خلال مخاطبته ندوة إعادة هيكلة الدولة بين تحديات الحاضر ومعاش الناس، والتي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين، وصف قرارات إعادة هيكلة الدولة بالخطوة في اتجاه تخفيض الإنفاق الحكومي، وأفاد بأن تقليل الوزارات يساعد في التنسيق على المستوى من خلال إنفاذ سياسة دمج الوزارات المتشابهة، مبديا تفاؤلا بأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية حال نفذ الوزراء الخطط والاستراتيجيات الناهضة بالاقتصاد. من جهته طلب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق بإنشاء بورصة للذهب وتكوين مفوضية لمحاربة الفساد وإلغاء الرسوم العابرة للولايات، مشددا على المضي قدما في خفض الانفاق الحكومي، واضاف عربة واحدة لكل مسؤول تكفي. من حيث انتهينا.
ولا طبعا اذا كان الامر بهذه الصوره يكون قزمنا المشكله جدا. المشكله بالمناسبه ليست في عربات المسؤولين صحيح. وليست في منازلهم وليست مرتبات وليس في المخصصات ولا مخصصات. بس اضعف حلقه اتحدث من واقع تجربه، اضعف حلقه في العمل العمل التنفيذي هي رواتب الدستوريين والموظفين. يعني رواتب ضئيله جدا بالمناسبه، ضئيله خالص خالص. اتمنى دائما يعني على السياسيين تحديدا عدم التركيز على هذه الجزئيه، يعني عربات المسؤولين هذه ليست القضيه بكل تاكيد. طيب القضيه شنو؟ القضيه تتعلق بانه الرؤيه الكليه للخروج من هذا المازق لا تزال في مرحله الكلام. انا مع تقديري التام لك لحزه الاخ الامين عبد الرازق، وتحيه خاصه للاخ مدسر عبد الغني. ارجو ان تنتهي مرحله الكلام، لانه بمجرد تشكيل الحكومه تم فك وتركيب الحكومه. نحن الان امام واقع جديد، رئيس الوزراء تحدث عن برنامج فيه 600 يوم 30 ألف ساعة، هذا يعني أن الجميع عليهم أن يتركوا الحديث ونتيجه اتجاه العمل. المخرج كما قال أخ مدسر عبد الغني في الصدرة، لكن هل هذا هو المخرج الوحيد الحالي؟ رئيس الوزراء يتحدث عن خطة فترة شهرين تعيد السيولة إلى البنوك، تنعش الاقتصاد، لأنه تحدث بصورة واضحة، قال إذا لم نعبر هذه المرحلة، مرحلة الستين يوم، استطعنا ان نعيد السيوله الى البنوك، حجمنا شيئا ما تصاعد الدولار، شعرنا هناك فراحه في السوق، لن نستطيع ان نخطو خطوه اخرى. فعليه ينبغي ان كل جهود تتضافر في اتجاه اخراجنا جميعا من هذه الورطه. نحن نعيش الان في ورطه حقيقيه، الورطه الحقيقيه هذه لا ينفع مع التباكي لا على عروات الدستوريه. انتهينا من عروات الدستوريه، تمت فك وتركيب الوزارات، تم الغاء عدد كبير جدا من الوزارات، ارتضينا ب 21 وزير. المشكله ليست في الوزراء ولا في عربات الوزراء ولا مخصصات الوزراء. المشكله تتعلق في انه السياسيين يكثرون الكلام اكثر من الافعال. طيب الافعال خلاف الصادر، هل هو المخرج الوحيد لجعل الميزانيه او الاقتصاد الكلي يتعافى شيئا فشيئا؟ على المدى البعيد يمكن ان تكون تعزيز الصادرات او جزء من الحلول الاستراتيجيه، لكن ليست وحدها. المرحله الحاليه امامنا مرحله محدده، كيف نعيد سيوله الى البنوك؟ هنالك مدخلها، تحدث واحد من الاخ الامين عبد الرازق صحيح الذهب، بورصه الذهب، كيف تشتري الدوله الذهب لتعيد الناس، هنالك مقترحات اخرى باتجاه فك التمويل. يعني مدير المحافظه البنك المركزي تحدث برؤيه واضحه، هنالك مخارج محدده لكيفيه جلب السيوله للبنوك واعطاء المستثمرين الذين هربت اموالهم خريب هناك، كيف يعيدوها؟ يعيدوها بفتح التمويل، اذا كان حتى احنا هناك مشكله الان التمويل، التيار الداخليه موقوفه، العقارات موقوفه، العربات موقوفه، ليس هنالك من يشجع اصحاب الاموال لاعاده اموالهم الى صحيح، بقت في زي ازمه صيغه ما بين المودع وما بين البنك. بكل تاكيد، اذا استمرت هذه القضيه سنكون امام مدخل لانهيار شامل، هذا يعلمه رئيس الوزراء البنك المركزي الامين عبد الرازق ومنتصر عبد الغني. هذا الخط إذا لم نتبع الحلول الموجودة الآن بإعادة الصيغة في البنوك واتخاذ تدابير سريعة ليست بالكلام بالأفعال للخروج من هذه المرحلة ليس هي كافية برأيك؟ هذه الحلول والمعالجات السريعة كافية؟ على المدى البعيد يمكن تكون كافية، لكن على المدى القصير تحتاج إلى مزيد من الجهود، مزيد من الإجراءات الصارمة والصادمة حتى نخرج من هذه الورطة. نعم نتمنى ذلك. نتواصل إلى الخبر التالي معنا، ضبط صاروخين سام 7 مضاد للطيران بشمال دارفور. تمكنت المجموعة 31 التابعة لقوات الدعم السريع بشمال دارفور من ضبط عدد 2 صاروخ سام 7 مضاد للطيران وكمية من المخدرات والكريمات ومواد أخرى ممنوعة مهربة، كما تمكنت من توقيف 4 أشخاص بحوزتهم عربة لاند كروزر محملة بنوعية محددة من المخدرات البنكو. وأكد والي شمال دارفور الشريف محمد خلال وقوفه رفقة أعضاء لجنة أمن الولاية ورئيس المجلس التشريعي على الضبطية، أكد جاهزية الحكومة في مواصلة حملة جمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة كافة من خلال الخطط والبرامج التي وضعت لذلك. صاروخين و يعني أكثر من ذلك تم ضبطه بشمال دارفور. وضع المفارقة تجمع صاروخ سام 7 مع الكريمات، يعني دي جزء يعني ومواد غذائيه ومواد غذائية. ودلاله على انه الموضوع كله قائم على النهب، قائم على التهريب، قائم على مجموعه من المجرمين الذين لا يفهمون في هذه القضيه، وربما الذي يحمل صاروخ سام 7 نفسه لا يعرف خطوره هذا الصاروخ، لانه ممكن يكون جزء فقط
تحريكه من مكان الى مكان. الامر الاخر طبعا الحدود بقت مفتوحه، ودي جزء من تبعات الحرب الليبيه، لانه يعني مستحيل الحدود بقت كبيره وفيها اشكاليه، مستحيل جدا تجيب صاروخ صام 7 يعني، لانه هو وقت يكون جايين من ليبيا، من المنطقه كلها اصبحت منطقه فيها سيوله امنيه كثيره جدا جدا، ولذلك جزء من تبعاتها زي هذا الانفتاح وهذا التدهور الحقيقي. ذلك السودان نعود مره اخرى لقضيه هامه جدا، انه حرص السودان على تامين الحدود، لانه اذا انفجر هذه الحدود ستكون الكارثه اكبر يعني على السودان. ولذلك الغرابة انه يجمع بين صاروخ صام 7 والكريمات والمواد العربيه لاند كروزر، اللي هي من خلال عمليه تقنين حتى الاسلحه والعربات ذات الدفع الرباعي اللي تابعناها من خلال الحمله يعني اللي كانت للسيد النائب سابقا. بكل تاكيد هي حمله، هي الحمله يشكر عليها، تشكر على السلطات المختصه، مع الاشاره قضيه هامه جدا، ضروره تعزيز الوجود الامني في الحدود حتى لا تكسر علينا دخول صواريخ سام 7. نعم. اذا نتواصل وننتقل الى الخبر التالي معنا في الشروقات، هو الخبر الاخير في هذه الجوله، وفيه لجنه للتقصي في مقتل طالب على يد دوريه شرطه بجبره. أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مقتل الطالب حسام طه على يد دورية للشرطة بمنطقة جبرة، وأعربت عن أسفها للحادثة ودعت الجهات المختصة لمعالجة تلك التفلتات بشكل حاسم لجهات أن الأمر يهدد المواطن. وقال بيان صحفي لرئيس المفوضية إيمان سالم، تحصلت شبكة الشروق على نسخة منه، إن المفوضية تعرب عن قلقها البالغ من تكرار مثل تلك الأخطاء التي تسيء إلى مؤسسة الشرطة. وأشار البيان إلى خشيتهم من أن يتحول ذلك السلوك لمنهج لبعض منسوبي الشرطة وليس أخطاء فردية، وتابع البيان، نخشى على أرواح المواطنين العزل من الانتهاك المتكرر، كما أننا نربأ بالمؤسسة العريقة صاحبة التاريخ التليد من التهاون في ذلك. يعني موضوع الطالب، الشرطة هي أقرب الجهات النظامية إلى التعامل مع الجمهور. هذا البيان فيه كثير من الاتجاهات التي تحدثت عن عراقة الشرطة السودانية. أول حاجة نحيي قوات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود، ونترحم على الطالب حسام طه، نسأل ربنا أن يتقبل القبول الحسن. خلينا نتكلم عن الحادث والوقائع بشكل عام، وأحداث بقت هي متكررة يعني. والله أولا أتفق معك في إرسال تجديد التعازي لأسرة الراحل حسام، وأيضا مع الشرطة كلنا يعني حزينين للذي حدث يعني، مع الإشارة لقضية هامة جدا، أنه الشرطة مع كل هذا الحزن، إذا كان هذه القضية السابقة الشرطة تبذل جهد خرافي في تأمين حياة الناس، صحيح هذه القضية متفق عليها، تبذل جهود كبيرة جدا، ولذلك هناك جزئية وردت في بيان المفوضية تحتاج إلى مراجعة. يستحيل أن تتحول مثل هذه الأحداث إلى فعل ممنهج داخل الشرطة، لأن الشرطة أصلا لفترات طويلة جدا ذهبت في اتجاه مؤسسة العمل الشرطي، وضع ضوابط شديدة جدا جدا في محاسبة المنسبين، حتى هناك ضباط يحاكمون، هذه القضية لا تحتاج إلى إلى نقاش. مع هذا تحتاج الشرطة أيضا إلى مزيد من ضبط التصرف، لأنه الصورة الكلية أحيانا تتأثر بتصرف أفراد فردي، ولذلك يعود مرة أخرى السؤال المهم، من الذي يتحكم في السلطة التقديرية لبعض العساكر أو الجنود الموجودين في مناطق الليلية؟ الأمر يحتاج إلى مراجعة، يعني من الذي يملك السلطة التقديرية؟ من الذي أعطاه حق إطلاق النار؟ لمن كان السلطة التقديرية؟ هذه القضية تحتاج إلى مراجعة. مع كل هذا علينا أيضا أن نعيد نتأمل في بيت الشعر، يعني إن كان فعله الذي ساء واحد فأفعاله لا يسرون كثير للشرطة. هنا شكرا جدا استاذ عبد المجيد على هذه الرفقه، ونلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه ومزيد ان شاء الله من الاخبار ان شاء الله. شكرا لك. بتابع الاخبار الرياضيه خالص؟ اخر طبعا. خبر متابعه شو؟ والله حزنت محلي او عالمي. انا عالمي، حزنت امبارح طردي رونالدو، وحزنت لخساره مان سيتي، وتابعتها مع ولدي انتصار ريال مدريد روما. يعني خالص ما بتتابع كرة محلية؟ والله غريبة متابعة يعني، لكن برضو فرحانة من خلال الفاز يعني. طيب الليلة كل الأخبار مربوطة بالمريخ وبالمباريات اللي ارتبطت بالدوري الممتاز، ونحن خلاص على الخواتيم في نسخته الجديدة.